عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكون بخير. النهاردة انا جايبه لكم ريفيو عن افضل منتجات انا استخدمتها لشعري ولشعر بنتي، وبصراحة نجحت معايا قوي قوي قوي، واسعارها كويسة وتعتبر احسن حاجات موجودة في السوق. اول حاجة هكلمكم عنها هي كريم بندولين. كريم بندولين في الفترة الاخيرة اتشهر قوي 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 للاطفال. بصراحة سعر الكريم ده 85 جنيه، وانا فضلته قوي لبنتي، هو احسن حاجة انا استخدمتها في جميع منتجات الاطفال، لانه بيطر الشعر قوي قوي قوي. الشعرية كلها بتبقى طرية من اول الجذور لحد الاطراف. تاني حاجة هو يعني الشعر المتقصف او الشعر التالف او كده بيعالجه، يعني مثلا بعد اسبوع بس من استخدامه هتلاحظ ان شعر بنتك اتغير تماما. وطبعا مشكلة كل الامهات في تسريح شعر الاطفال ان الطفلة بتيجي تعيط اول ما تسرح لها شعرها. لو استخدمت كريم بندولين العادي اللي هو مرسوم عليه البنت اللي شعرها ناعم ده، لان في منه نوع تاني بيكون البنت اللي عليه شعرها كيرلي، فلازم تفرقي في كريم بندولين اللي انت هتختاريه وتختاري ده للتسريح العادي او الاستخدام اليومي او للبنات يعني بصفة عامة، يعني الاطفال الصغيرة. مجرد ما تحطيه على شعرها شعرها هيسلك معاكي في ثانية، ومش هتحتاجي ابدا ان بنتك تعيط ولا كده. ده اول حاجة معانا، سعره 85 جنيه، لكن هو اقتصادي او في استعماله، يعني العلبة دي بتكفي شهر واثنين وثلاثة على حسب الاستخدام. تاني حاجة انا حبيتها برضو اول شعر بنتي اللي هو بديل الزيت البانتين، سعره 25 جنيه. حبيته ليا وليها لانه هو بعد ما تستخدمين بتحس ان شعرك كده بيتنفس، مش ملزق ابدا ابدا، ريحته حلوة جدا 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 قوي، يعني برضو اقتصادي في الاستعمال، نقطة منه بتكفي وتفيض كمان. حبيته ليا قوي والبنتي، خصوصا ان هو ضد تساقط الشعر، يعني انا شعري كان بيقع اصلا، لكن من اول ما بدأت استخدمه وقف تساقط الشعر قوي. افضل بديل زيت استخدمته انا بصفة عامة، ما كنتش حابة اصلا فكرة بديل الزيت، لكن بديل الزيت من بانتين ده صراحة اختراع حلو قوي قوي قوي. الحاجة اللي عايزة اكلمكم عليها بعد كده هي البالمرز. طبعا البالمرز مشهور قوي، بس البالمرز مشكلته معايا ان هو تقيل قوي على الشعر، بحس ان الشعر ملزق او ان الشعر تقيل او كده، بس هو برضو لا غنى عنه ان هو يكون في البيت. الناس اللي شعرها تقيل او مجعد زيادة او كده، البالمرز ده هو افضل حاجة ليهم. بصراحة انا جبته ما استخدمتوش لا ليا ولا لبنتي، لاني برضو حسيته تقيل زي ما قلتلكم. جبت النوعين دول بجوز الهند والعادي ده اللي هو الانبوبة ده كان ب35 جنيه، وده برضو ب85، نفس سعر البندولين. ما بنصحش بيهم قوي للاطفال لانه تقيل قوي 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 اكتر من اللازم على شعر الاطفال، لكن كاستخدام لينا ممكن استخدمه مرة واحدة بس في الاسبوع مش اكتر، لان تقيل قوي قوي على الشعر بالنسبة ليا بصراحة. الحاجة بعد كده اللي حابة قوي اعرفكم عليها هي كريم دابر املة للشعر. ده بقى احلى حاجة جربتها في اي شعر بصراحة، تحفة. هو بالبروتين، مجرد ما بتستخدميه الشعر بيفرد معايا قوي، بيفرد معايا بنسبة كبيرة جدا، يعني شعري في العادي هو زي اي شعر، يعني في نسبة تجاعيد صغيرة كده، لا ده بيفرده كأنك عاملة بروتين. ريحته حلوة قوي قوي، خفيف جدا جدا، سعره مثالي ب25 جنيه، والعلبة كبيرة زي ما انتوا شايفين كده، بيكفي فترة طويلة. يعتبر هو افضل كمان من زيت املة، يعني ده كريم هو افضل من الزيت بكتير. عجبني ليا وعجبني لبنتي، عجبني قوي قوي، مغذي وخفيف وريحته حلوة قوي، وبيمنع تساقط الشعر وبيقوي الشعر. هو للشعر الضعيف والمتقصف وللشعر العادي، يعني لأي استخدام للشعر بصراحة افضل كريم استخدمته بالنسبة للشعر. دي صراحة اكتر كريمات مشهورة، وده الريفيو اللي عندها. يا رب اكون قدمت لكم حاجة مفيدة، ويا رب اكون فدتكم ولو بمعلومة بسيطة. طبعا اهم حاجة بالنسبة للشعر سواء للكبار او الصغار، التغذية من الداخل، يعني لازم ناكل اكل صحي، خضروات وفواكه، ونشرب مية، والشعر برضو بنسبة كبيرة وراسي، لكن لابد برضو نهتم بيه. يا رب يكون الريفيو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.